بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنتحدث عن حكم فقهي هو حكم المعانقة في الإسلام. قال مالك: تكره معانقة الرجل للرجل والمرأة للمرأة، لأنها من فعل الأعاجم، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلها إلا مع جعفر رضي الله تعالى عنه، لأنه رآه بعد غيبة طويلة، وذلك بعد رجوعه من أرض الحبشة، ولم يجر العمل بها من الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعية: المعانقة مكروهة إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء فسنة. واستدلوا بما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه أن يعتنقه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. وقال الحنفية في الصحيح من آرائهم: يجوز معانقة الرجل للرجل إذا كان على كل واحد منهما قميص أو جبة. ثم اختلفوا في المعانقة في إزار واحد، والمذهب كراهة المعانقة في إزار واحد. وقال أبو يوسف: لا بأس بالمعانقة في إزار واحد، والإزار هو ما يلف على الجزء الأسفل من الجسم، فيكره على الرأي الصحيح في المذهب الحنفي، يكره أن يعانق الرجل الرجل وعليه إزار بدون رداء حتى لا تتلامس أجسادهما. قال الخادمي: وقد وردت أحاديث في النهي عن المعانقة، وأحاديث في تجويزها، ووفق أبو منصور الماتريدي بينهما فقال: المكروه منها ما كان على وجه الشهوة، وأما على وجه البر والكرامة فجائز. وقال ابن حنبل: بجوازها تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة، أما إذا كانت لأمر من أمور الدنيا كرجل يخاف سيفه أو صوته أو سطوته أو يتوصل بها إلى شيء فلا تجوز. وقال سليمان بن حرب: إذا فعلها لأجل ذلك فهي السجدة الصغرى، يعني كأنه سجد له. وتناول أبو عبيدة يد عمر ليقبلها، فقبضها فتناول رجله فقال: ما رضيت منك بتلك، فكيف بهذه؟ واستدل الحنابلة بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم عانقه. وقال الشعبي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا صافحوا، فإذا قدموا من السفر عانق بعضهم بعضا. واستدل بما روي عن عائشة أن زيد بن حارثة قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، فأتاه فقرع الباب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه
يجر ثوبه فاعتنقه. وخلاصة هذه الأقوال أن المعانقة مكروهة إلا لقادم من سفر بعيد، ويكون كل منهما عليه ثيابه كاملة حتى لا يلتصق جسمهما، والإسلام دين تحفظ وتحرز وسد للذرائع. روي عن الشعبي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم.